من وجهة نظرك كصحفي كبير ومشجع رياضي كبير، ضربة جزاء ولا لا لمحمد صلاح؟ احتكاك كان كافي لتصفية ركلة جزاء. بالنسبة لي شخصيا الاحتكاك فيه احتكاك داخل منطقة العمليات لتصفير ضربة جزاء، سواء كان محمد صلاح أو لاعب آخر أو لاعب آخر، كان فيه احتكاك كما يقولوا بالفرنسية سوفيزون، يعني كافي لتصفير ضربة جزاء. هناك ضربة جزاء ربما صفرت بأقل من ذلك الاحتكاك. بشكرك جدا على بالكبير أحمد، كابتن بالكبير أحمد الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية.